النهارده انا جايب لك ذكر جميل، ذكر كبير، ذكر عظيم. لو قلت الذكر ده 21 مره ثم وضعت يدك على وجهك اليمين ثم قراته، ماذا سوف يحدث لك؟ يا معجزات سوف تاتي لك. كل ما هو يتخيله عقل من خيرات سوف يأتيك، من معجزات سوف تحصل لك، في شغلك هيبوك، في أي مشكلة عندك هتتحل، أي حاجة بتتمنعها تحصل لك، كل ما هو يخطر على بالك هيتم التعامل معاه. كل لو عندك أي مشكلة هتتحل، لو عندك أي دين هيتسد، لو عندك أي هم هيتشال. ايه هو يا عم الذكر ده؟ وايه اللي انت بتحكي فيه ده؟ وفي حاجه كده فعلا؟ فعلا في حاجه كده؟ ابقوا معنا. ايه هي المعجزات اللي هتحصل معايا لو قلت هذا الذكر؟ اسمع بقى وركز معايا، وعايزك بقى لو انت مشغول في اي حاجة سيبني الموضوع ده خالص وخليك معايا. يعني والله العظيم واللي هيجري الفيديو هو اللي خسران، انا والله الا مشاركات، ولا عايزك تعمل لايك، ولا عايزك تعمل اشتراك، ولا عايزك تعمل اي حاجة. ركز بس معايا في اللي انا بقوله وجربه، وبالله عليك انا مش عايز منك غير حاجة واحدة بس. اول حاجة ان انت تصلي على سيدنا النبي في التعليقات، وكمان حاجة تدعي لي دعوة حلوة. ايه بقى معجزات الذكر ده؟ اولا لو حد شافك وبيتعامل معاك وانت بتبقى خايف منه، هو اللي هيخاف منك وهيعمل لك هيبه وهيبقى عامل لك احترام وهيحقق لك كل اللي انت عايزه. واحد. اتنين، طب لو عندك هم وغم ونكد في بيتك، او عندك هم وغم ونكد في شغلك، او عندك مشاكل مع ابنك، او عندك مشاكل مع زوجتك، بهذا الذكر ان شاء الله رب العالمين باذن الله هيتحقق كل اللي انت عايزه. ثلاثة، لو الحال ضاق بيك قوي والرزق قل وانت مش عارف تعمل ايه، هتقول هذا الذكر بالطريقه اللي هقولها لحضرتك عليها، الرزق هيجيلك بكثره، كل حاجة هتتمناها هتجيلك. أربعة، لو أنت مريض ونفسك ربنا يشفيك، هتقول هذا الذكر بالله أنا بالطريقة اللي هقولها لحضرتك عليها، وإن شاء الله ربنا هيشفيك ويشفي جميع أمراضك وجميع أمراض المسلمين. ولو دعيت لنفسك ودعيت للمسلمين، إن شاء الله رب العالمين ربنا هيشفيك ويشفي المسلمين جميعا. خمسة، الثقة في النفس وزيادة الطاقة الإيجابية عندك. يعني لو قلت الذكر اللي احنا قلنا عليه ده بالطريقة اللي بقول لحضرتك عليها، يبقى عندك ثقة في نفسك وعندك زيادة في الطاقة الإيجابية وعندك قوة خارقة. عايز لو انت بتبقى كسلان في الشغل، لو انت كسلان تقوم تصلي الفجر، هيبقى عندك باور عالي قوي، هتقدر تقوم تعمل كل حاجة. يعني بمعنى صح، ذكر انا قعدت ابحث عنه لحد ما جبته وقدمته لحضرتك هدية على طبق من ذهب. لو حضرتك استغليته كل مشاكلك بإذن الله رب العالمين هتتحقق، هتتحل، وكل اللي بتتمناه هيتحقق لك. طب ايه بقى هو يا عم سعيد الذكر الكبير، الذكر العظيم، الكلمة اللي قلتها تحل لي مشاكله كلها؟ وعلى تجربة مع بعض الأشخاص ومعي أنا شخصيا. أولا هي كلمة واحدة هتقولها، بس هتقولها بطريقة معينة وهتطبقها في وقت معين. أول حاجة الكلمة اللي هقولها لك دي وهقول لك معناها وهقول لك تطبقها إزاي، هي اسم الله العظيم المحيي. طب معناه إيه يا عم سعيد المحيي ده؟ هو الذي أحيا جميع المخلوقات، وهو الذي غرز
فيهم الحياة، وهو الذي تكفل بإحياء المخلوقات جميعا إلى يوم القيامة. ده إيه؟ ده معناه. طيب هقوله إمتى؟ لازم أولا تبقى حاسس بيه ولسه وتبقى فاهمه، يعني اللي أنا قلته ده لازم أنت تبقى فاهمه عشان تبدأ تطبقه. طب هتطبقه إزاي؟ بالليل من بعد صلاة العشاء لحد الفجر هتقوله 21 مرة، وهتحط إيدك كده على جنبك اليمين وتبدأ تقرأه 21 مرة. طب هتطبقه إزاي؟ هتطبقه مرتين على التوالي، يعني يومين ورا بعض، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا كلنا جميعا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.